الاستاد خالد بشاره مع زميلنا عمرو نبيل، مع اللاعب ماجد هاني بعد سقوطه لاعب بلديه المحله، نطمن عليه او يطمننا على سقوط اللاعب ماجد هاني. عمرو مساء الفل عليك، اتفضل. مساء الفل عليك يا زميل عزيز يحيى حمزه، ومساء الفل طبعا على كل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس. ما بين فرحه فريق الجونه بالبقاء في الدوري الممتاز طبعا لهذا الموسم، موسم 2024 2025، ويعني انكسار وهزيمه لاعبي فريق بلديه المحله طبعا بعد هبوطهم رسميا الى دوري المحترفين دوري القسم الثاني. خلينا اقول لك، الجميع هنا عاش لحظه حزينه، لحظه طبعا صعبه جدا. في الدقيقه 37 طبعا يحيى من الشوط الثاني سقط ماجد هاني لاعب خط وسط عقب نزول الملعب بخمس دقائق بالظبط سقط ماجد هاني على ارضيه الملعب. خلينا اقول لك بقى، مش كلام انا، ده كلام الاطباء اللي موجودين، سواء طبعا الدكتور رؤوف فوده طبيب بلديه المحله، والدكتور طبعا هشام حسن طبيب الجونه، وايضا طاقم التمريض اللي كان موجود في ارضيه الملعب، وسارع الجميع وتكاتف الجميع من اجل انقاذ ماجد هاني من بلع لسانه. نعم، ماجد هاني طبعا كان هناك يعني في طريقه البلع لسان بعد سقوطه على الارض بدون اي تدخل من اي لاعب داخل ارضيه الملعب. بسبب ايه طبعا؟ اقول لك يا يحيى، بسبب ايه؟ كنت قبل المباراه كنت بتكلم مع ماجد هاني عند غرفه خلع الملابس للاعبي بلديه المحله، وبقول له يا ماجد اخبارك ايه؟ قال لي الحمد لله انا كويس وبخير. قلت له انت مش بادئ النهارده؟ قال لي لا والله عندي برد. تمام. طبعا بعد ما نزل الملعب والسقوط ده، ربطت طبعا حاله البرد مع الاطباء. يمكن طبيب الجونه اكد لي ان ما تعرض ليه اللاعب هو نقص الاكسجين وجفاف بسبب طبعا تناوله كميه ادويه يعني كبيره. ده على لسان طبعا الدكتور هشام حسن طبيب الجونه اللي اكد لي الكلام ده. طبعا قال لك ده طبعا بسبب تعرض اللاعب لنقص الاكسجين، وادي طبعا الى تعرض اللاعب للاغماء. خليني كمان اكد لك الناحيه الثانيه، طبعا طبيب بلديه المحله كان هناك يعني سرعه ونزول بسرعه الى ارضيه الملعب من اجل طبعا استخدام الايروي، وده طبعا جهاز بيتم استخدامه من لمنع اللاعب من ابتلاع لسانه على الفور. طبعا تم اجراء العمليات الاسعافات الاوليه بسرعه لماجد هاني في وسط الملعب، وتدخل الاسعاف الخاص بمستشفى الجونه، وتم نقل اللاعب الى مستشفى الجونه. خلينا نطمن كل المشاهدين واهل ماجد هاني، الحمد لله ماجد هاني حالته كويسه جدا، ماجد هاني حالته مستقره الحمد لله. الان يتم اجراء الاسعافات الاوليه في مستشفى الجونه من وضع اللاعب طبعا على اجهزه التنفس الاصطناعي نتيجه طبعا الاغماء المتفاجئ اللي تعرض ليه اللاعب. خلينا اقول لك كمان يا يحيى، إني النهارده استراحة الجهاز الطبي لنادي الجونه يشكر بشكل كبير جدا على سرعه يعني دخوله الى ارضيه الملعب، والمساعده طبعا مع الجهاز الطبي لنادي بلديه المحله على اجراء الاسعافات الاوليه السريعه وبشكل يعني فيها سرعه قصوى جدا من اجل يعني عارف الثانيه والدقيقه، وكل وقت بيفرق في 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 اللي انت تعالج اللاعب. وده النهارده اللي عمله الصراحه الجهاز الطبي، والجهاز الطبي لنادي الجونه والجهاز الطبي لنادي بلديه المحله. ان شاء الله يعني خلال دقائق سنتوجه طبعا انا الطاقم طاقم القناه الى مستشفى الجونه من اجل طبعا الاطمئنان على حاله ماجد هاني ان شاء الله، وسنوافي جميع مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس بحاله اللاعب النهائيه ان شاء الله من خلال الاطباء الموجودين في مستشفى الجونه. يحيى اتفضل، لو في اي استفسار انا موجود معاك. اتفضل. بشكرك زميلنا عمرو نبيل، رساله تطمنا وتطمن طبعا اهل اللاعب ماجد هاني. مليون سلامه، ان شاء الله يبقى بخير باذن الله. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل، نرجع نستكمل مع حضراتكم بعد الفاصل.